زي مكان كبير قوي، ناس بطلت تروحه. اخترنا مكان مش منتج عشان نعمل حاجة كبيرة لمصر. احنا طلاب اعلام وقررنا ان مشروع تخرجنا يبقى حقيقي حاجة مختلفة مش زي اي مشروع الناس بتعمله. وبعدين فضلنا ندور على اماكن يعني اثرية الناس بطلت تروحها في مصر، لان احنا فارق معنا حقيقي ان احنا نطور مصر وكمان السياحة في مصر. لقينا جنينة الاسماك ورحنا وشفنا ان هي ازاي مكان كبير قوي وزي مكان حقيقي عريق بس الناس بطلت تروحه برغم جماله، وقررنا ان احنا نبدا في مشروع تطوير لجنينه الاسماك. ورحنا ولقينا ان في مساحه كبيره قوي قوي في جنينه الاسماك، وقررنا ان احنا نستغل المساحه الكبيره قوي والمكان العريق ده. اول ما استقرينا خلاص المشروع بتاعنا هيكون عن جنينه الاسماك، رحنا زرناها لقينا طبعا ان حالتها يعني لا يرثى لها خالص، هي 10 فدادين بس هي غير مستغله بالمره، مفيش اسماك، في خفافيش في الجبلايه بطريقه مش طبيعيه، الناس بتخاف ان هي اصلا تدخل الجبلايه من الخفافيش دي، الريحه وحشه جدا جوه في الجبلايه من الخفافيش برضو. لقينا برضو ان الاسماك مفيش غير سمك بولتي، وكان في سمك تاني نوع تاني صيني، ومش ممول خالص المكان باي حاجه، مفيش خدمات، مفيش حمامات، مفيش اي حاجه اطلاقا. كان في معامل، المعامل دي اللي هي بتاعه البحث ما كانتش فيها اي حد بيعمل اي ريسيرش او بيعمل اي بحث او اي حاجه خالص. الحاجه الوحيده اللي هي كانت موجوده ممكن نقول ان هي كانت تعتبر احسن حاجه، كانت هي ان كان في المكان بتاع التحنيط بتاع الاسماك، هي دي الحاجه الوحيده اللي كانت يعني مبنيه وكانت كويسه جدا ممكن حد يقدر يزورها. فاحنا فكرنا بكذا طريقه، اول طريقه ان احنا عملنا خطه دعايه واعلان بان احنا نغير المكان، خدنا الخريطه القديمه وحولناها لخريطه جديده، حطينا كل الحاجات اللي احنا فكرنا فيها كاماكن جديده نحطها، افكار جديده، طب الاكل، الحاجات السياحيه، منطقه الاطفال، منطقه الهدايا، وغيرنا المكان كله وعملنا شكل تصويري فيديو 3 دقائق بيشرح كل مكان جوه الجبلية بعد ما غيرناه. وبره الجبلية برضو من المساحات الخضراء اللي حاولنا نستخدمها او نستغلها بدل ما هي مساحه كبيره جدا ومحدش مستغلها. غيرنا، عملنا طريقه تذاكر جديده، غيرنا حتى البوابات، التذاكر، البروجرامز، عملنا برامج مختلفه للناس علشان تروح تشوف حاجات جديده كل مره. وعملنا برضو صورنا اعلانات وحاولنا ان احنا نطور بشكل كافي ان هي هتبقى مكان مختلف تماما عن اللي كان بيروحه زمان بس لسه محتفظ بالاثريه بتاعته. احنا تعبنا جدا عشان نعمل المشروع ده، احنا اخترنا مكان مش منتج مخصوص عشان نعمل حاجه كبيره لمصر، بس عشان كده احنا ما كناش بننام، كنا طول الوقت سهرانين بنشتغل مع بعض. احنا جالنا فترات ما كناش مستحملين وما كناش قادرين نكمل، بس عشان نقدر نحقق حاجه زي دي احنا بذلنا مجهود كبير جدا جدا، بالذات ان احنا في فتره تطور في مصر وفي حاجات كتيره جدا بتتجدد وحاجات كتيره جدا بتتطور، فاحنا كنا عايزين نبقى جزء من التطور اللي بيحصل في مصر، ولو كان بجزء زي ده زي مشروع تخرجنا كنا محتاجين نخليه حاجه مهمه قوي.